من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد انتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية عن تعريف الفتنة وذكر نماذج من الفتن التي تعرض لها المسلمون عبر التاريخ، والكلام عن الواجب على المسلم في حال نزول الفتن، سواء كانت تلك الفتن ملتبسا أمرها أو كانت واضحة بينة. ومن أعظم ما نبه عليه سماحة الشيخ وفقه الله أن بعض الناس يعد ما ليس بفتنة فتنة، ومن ذلك أنهم يعدون الكلام عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بحقائق الدين فتنة. وقد قال ربنا جل جلاله عن أمثالهم ونظائرهم: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومن أعظم ما يعين على اجتناب هذه الفتن أن يلجأ المسلم إلى ربه جل جلاله بالدعاء بأن يجنبه الفتن ويعيذه من أسبابها. وقد جرت عادة أهل العلم عند الحديث عن الفتن أن يقرنوا بها الحديث عن أشراط الساعة. سماحة شيخنا جزاكم الله خيرا، ما هي الأشراط؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الأشراط جمع شراط بالتحريك بالفتح، وهو العلامة، فالمقصود بها علامات الساعة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها. والعلامات ثلاثة أقسام: علامات صغرى وهي التي جاءت بالفعل، والمقصود بصغرها عدم اقترابها جدا من الساعة، صغرها بالنسبة إلى غيرها. بالنسبة إلى غيرها. نعم. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت من أشراط الساعة، وما أخبر به من فشو العقوق حتى تلد الأمة وربتها، ومن تغير حضارة الناس من البداوة إلى الحضارة، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم. وكذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم من بلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ومن الفتوح التي حدث عنها، والنار التي في المدينة تشرق لها تضيء لها أعناق الإبل وبصرى. نعم. هذا البركان الذي كان في شرق المدينة سنة 54 و600. نعم نعم. وغير هذا عدود بين يدي الساعة ستا. اي نعم. نعم. ذكر منها انتقاله ووفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. موتي ثم نعم. فتح بيت المقدس. نعم. وكانت ثم بعد ذلك الأشراط الوسطى، وهذه منها حصار العراق وحصار الشام، ولا يجبى إليه قفيز ولا درهم، ومنها الغزو الخارجي لهذه الأمة في آخر الزمان، أن يغزوهم النصارى أو أهل الكتاب تحت 12 غاية أي راية، تحت كل راية 80 غاية، تحت 80 غاية، تحت كل راية 12,000. نعم. نعم. وكذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب، وأيضا أن تعود هذه ليست من الكبرى؟
بعض الناس يعدها من الكبرى وبعضهم لا يعدها، يعدها من هذه الوسطى. نعم حديث نعم حذيفة بن نعم سيد الغفاري. نعم، نعم. وكذلك أن تعود جزيرة العربي جنات وأنهار. إيه نعم ومروجا. وكذلك في مكة إذا تفجرت بطون مكة كظائم ورأيت بنيانها يطاول جبالها. نعم. وهكذا هذه التي نحن في عصرها. ثم الأشراط الكبرى، وهذه منها خروج المسيح الدجال وقد تحدثنا عنه. نعم. ونزول المسيح ابن مريم قد تحدثنا عنه. نعم. خروج يأجوج ومأجوج وقد تحدثنا عنه. نعم. ورفع القرآن وخروج نار الأخيار. نعم. خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة والدخان. والدابة والدخان كذلك. وقد نظم السيوطي وحاول ترتيبها، قال: والأشراط ذات الشان أي الكبرى، طلوع شمسنا ومعها القمر من مغرب بعد ثلاث تنظر أي تنتظر، وينزل المسيح ويخرج المسيح ثم ينزل عيسى، وفي رملة لد يقتل أي المسيح الدجال. نعم. والخصف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن. الله. لم يذكر يأجوج ومأجوج هنا، وهي من الإشراط الكبرى. نعم. وهذه الأشراط الكبرى لا تختفي، لا تلتبس، إذا حصلت لا يمكن أن تلتبس بغيرها من الخفيات. نعم. لأن الفتن منها ما ظهر وما بطن. نعم. فما بطن منها ما خفي على الإنسان، على الناس. بعض الناس مفتون في نفسه بالكبر أو بالعجب أو بالرياء والسمعة أو بحب المال أو بحب الشهرة أو بحب أو السلطان الشهوات. نعم. أو حب الشهوات أو حب الانتقام. نعم. من غير كلها الله العافية. نعم. فتن يفتن بها الناس. نعم. هذه الفتن ما بطن منها. نعم. لكن ما ظهر منها هو هذه الفتن العامة. نعم. بعض الناس يرى أن مثلا ثورات الربيع العربي وثورات الجياع أنها من الفتن. نعم. وهذا غير صحيح، هذه الأمر طبيعي جدا في الدنيا كلها. نعم حق مشروع. ومضت الدول كلها، ما استمرت دولة واحدة. صحيح. قط في التاريخ، لو كان كذلك لبقية الخلفاء أو بقية بنو أمية أو بنو العباس أو صحيح. أي دولة من هذه الدول. فلذلك هذه ليست فتنا في الواقع، وإنما وما هي عجلة التاريخ. هي عجلة التاريخ، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. هذا التداول. ومن سنة الله أن المظلومين يأتي وقت انتصارهم، فالله قال في قصة موسى وفرعون: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونريد هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال. نعم. ويدل على التكرار. نعم. دائما الجملة الفعلية تدل على التشدد والحدوث. نعم. أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ما قال على بني إسرائيل حتى يكون هذا تاريخا منقضيا. نعم. على الذين. وهل هذا المعنى نفسه في الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها وكذلك يفعلون. إيه نعم. نعم. هذا الغزو التجدد والاستمرار. تجدد. نعم. نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يقول: يعني ما فائدة الكلام في هذه المغيبات؟ أنتم تريدون تخدير الناس. لا غير صحيح. نحن نريد كما ذكرنا خشية الغفلة. الناس مخدرون أصلا. نعم. بغفلتهم عن اليوم، عن يوم القيامة. نعم. فينامون عن الطاعات ويقصرون فيها ويقعون في المنكرات. نعم. ويغفلون عن العرض على الله والوقوف بين يديه: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم. فلا بد من تذكير الناس بيوم القيامة الذي أكثر الله من تذكير به في القرآن، والبعث بعد الموت وما يتعلق به. فقد ذكر الله البعث بعد الموت في 767 آية من القرآن. الله أكبر. وأيضا ذكر القيامة بأسماء مختلفة جدا. نعم. فهي الساعة، وهي القيامة، وهي الصاخة، وهي الطامة، وهي الآزفة. البعث والخلود. نعم. نعم. أسماؤها. نعم. مروعة كلها. نعم. نعم. يعني كأن الحديث عن أشراط الساعة من أجل التذكير، تذكير وإزالة الغفلة وعلاج الغفلة، ترسيخ الإيمان في القلب من أجل. نعم. الاستعداد لذلك. نعم. اليوم العظيم. نعم. نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن أيضا هذا الموضوع يختلط به كثير من الخرافة،
يعني كثير من الأشياء الناس يقولون هذه من علامات الساعة وهي ليست كذلك. هذا لا ينبغي أن يقول هذه من علامات الساعة إلا من كان من أهل العلم والدراية بعلامات الساعة. نعم. فحينئذ إذا أخبر بأن شيئا من علامات الساعة ينظر فيه هل هو من العلامات الصغرى أو الكبرى وهكذا. نعم. طيب هناك بعض الأحاديث تحتاج إلى شرح، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة تقارب الزمان. الزمان نعم. ما المعنى؟ تنزع بركة الزمان، فيكون الساعات الطويلة تمضي عليك وليس فيها إنجاز كبير. سبحان الله. بينما في وقت البركة ينجز فيها كثير. ولنقارن مثلا أوقاتنا الآن بأوقات عدد من سلافنا. أنا أفكر في الإمام الذهبي رحمة الله عليه. نعم. انظر إلى إنجازه. هذه الكتب تاريخ. نعم. الإسلام وسير أعلام النبلاء طبقات والعبر. نعم. طبقات الحفاظ. نعم. وطبقات القراء الكبار. نعم. المعجم المختص. نعم. معجم الشيوخ، المجرد، الموقظة، المختصر أو تهذيب المستدرك. نعم. قضية هذا كثير من الكتب جدا، والنووي والنووي كذلك، لكن نعم. هو أكثر منه، أكثر كتبا من النووي. نعم. أيضا عندك سبحان الله ابن عساكر كيف كتب تاريخ دمشق هذا الكبير. الله أكبر. في هذا الوقت اليسير من قبله الطبري. الذهبي توقع أن يكون قد بدأ في إنجازه وعمره 4 سنوات. سبحان الله. لأنه إذا كان كل يوم يكتب مثلا بخطه 24 صفحة. نعم. هذا كثير في إنشاء ذلك يوميا. صحيح. إذا كان مجرد نقل فضلا عن تأليف وتدقيق وأسانيد. الله. ابن عساكر له إلى سنن أبي داود 10 أسانيد في التاريخ، في تاريخ دمشق. الله أكبر. فقط إلى سنن أبي داود. نعم. فضلا عن غير ذلك. هذه ما عندها تفسير إلا البركة. البركة. وهذه البركة الآن نزعت. هذه البركة نزعت، لكن مع ذلك لا إنكار في أن من تقارب الزمان ما يكتشف أيضا من الوسائل التي تطول. أي نعم، مثل هذه الطائرات الآن. نعم. ومثل الاتصالات الآن. نعم. وهذه وردت في أحاديث أخرى، يكلم الرجل أهله من مقبض صوته أو تحدثه فخذه ما أحدث أهله. هذه الآن الهواتف تكون دائما الناس يحطوها مع الفخذ، يكون قدرها قدر. يعني أنت تفسر هذا الحديث بهذه. لا، قد يحمل عليه أنه قابل لتفسير. طيب، أن تكلم السباع الإنس. إيه نعم. هذه تحمل على ظاهرها أو عندها تأويل؟ لا، كلها على ظواهرها على الأصل، لكن بطرق ذلك تدريب السباع الآن تختص فيه ناس. نعم صحيح. يشتغلون بذلك حتى تصير كأنها إنسية، يعني تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فهذه الأمور الكثيرة الناس فيها بين مفرط ومفرط. نعم. تعرف العدد من المؤلفين وأرادوا أن يجعلوها عقلانية ولم يفرقوا بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبدأوا يحاكمون النصوص لها على عالم الشهادة. لا، حتى ذكر بعض الأشراط التي فيها فتح رومية، مثلا فتح روما. نعم. ذكر خيولهم، قالوا معناه في آخر الزمان سيتوقف الكهرباء وتوقف السيارات والطائرات والدبابات، سيكون القتال فقط بالسيوف. نعم. يعلقون سيوفهم. نعم. فهم ظنوا أنه رجوع. نعم. وهو يكون هذا تعبير عما يشبهها، لأنه لو قال لهم علقوا مدافعهم أو بنادقهم ما فهموا. هو هذا مما يعني احتج به فريد وجدي على إنكار الدجال وإنكار في دائرة معارف القرن العشرين. قال بأن واضع هذه الأحاديث غفل أن هذه النشاب والنبال والسهام وكذا كلها سيستغنى عنها بما أنتجته. يعني هذا غلط في الفهم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثهم، لأن حتى حذيفة قال وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، لما قالت تركنا المدينة على خير ما كانت. نعم. ولم يخبره، ومنعه الله أن يسأله أصلا. سبحان الله. إيه نعم. نعم. طيب، في بعض الأحاديث هناك ذكر لفتنة السراء والضراء والدهيماء. نعم. نعم. فتنة السراء في هذا الحديث لا أتوقع أنها المقصودة بفتنة السراء دائما، وهي ما يفتح الله على الناس من الأموال. نعم. والخيرات،
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكر ما فيه من الشر، فالسائل قال له أيأتي الخير بالشر؟ نعم. فهذه فتنة السراء، كذلك فتنة الضراء، نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. لكن في هذا الحديث السراء كأنها سراء مخصوصة ستقع دخنها من تحت. أي نعم. نعم. وكذلك الضراء والدهيماء المظلمة في لونها. أيه. والتصغير دائما يدل على فظاعتها. نعم. العرب يقول دويهية تصفر منها الأظافر. نعم. دويهية تصغير داهية تصغير تعظيم وفظاعة. طيب أيضا بعض الأشياء اللي ذكرت، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينحصر الفرات عن كنز من ذهب. نعم. هذا سيقع على محالته لكن لم يقع بعد. ما وقع. لا. نعم. لكن تقارب الزمان وقع. تقارب الزمان وقع منه شيء وقد يزيد، لأن نحن لا يمكن أن نحصر نصوص. نعم. فمثلا قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. سيخلق ما لا تعلمون من المراكب، عرفنا منها الآن الطائرات والدبابات والسيارات. نعم. والمراكب الفضائية. نعم. لكن يمكن أن يخلق أيضا زيادة. الله أكبر. لا نحصر معنى الوحي فيما عرفنا. نعم. فقد يأتي بعدنا وقد يأتي في حياتنا أشياء أكثر من هذا. طيب وأيضا هذا نظيره قضية نقض الكعبة حجرا حجرا. نعم. وذو السويقتين الحبشي. نعم. وأيضا قضية يجلس أعرابها على أعقاب أوديتها فلا يصل إلى البيت أحد، ومن أراد أن يحج فليبادر فإنه قد يمرض المريض وتأتي الحاجة وتضل الراحلة. نعم. طيب ذكر الجهجاه. إيه نعم. يسوق الناس بعصاه. ما المقصود؟ رجل من القادة الظلمة، هذا اسمه أو هذا وصفه. فالجهجاه معناها المتردد. نعم. والجهجاه. نعم. نعم. والناس لما خرج جهيمان قالوا هذا جهجاه. نعم. في وقته. نعم. ولكن لا يمكن أن تحمل هذه النصوص إلا على أمر عظيم. نعم كبير. وعينه بأنه من قحطان. إيه نعم. نعم. طيب العلامة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الأرض كنوزها المخبوءة كأساطين الذهب والفضة. نعم. هل هذا حصل؟ حصل. الآن في بلاد شتى، نحن عندنا الآن الناس يبحثون عن ينقبون عن الذهب ويحفرون ويستخرجون، وعندكم في السودان كذلك. لكن ما يخرجون إلا شيئا يسيرا. في بعض الأحيان أنا أتاني واحد قبل فترة يسيرة قد وجد أكثر من 70 كيلو من الذهب دفعة واحدة. الله أكبر. إيه. يجدون حجارة كلها ذهب. سبحان الله. مثل يعني هذا فعلا كنز عظيم. إيه نعم. الحديث كأساطين الذهب والفضة. إيه نعم. لكن العلامة الأخرى ما وقعت، فيمر القاطع فيقول من أجل هذا قطعت رحمي. إيه نعم. والقاتل يقول من أجل هذا قتلت، ثم يدعونها فلا يأخذون منها شيئا. الآن ما يدعونها. إيه نعم. لكن سيقع ذلك، ستأتي الأزمات والمشكلات تمنعهم من أخذها. يعني وقع بعض الحديث ولم يقع بعضه. اي نعم. يعني الكنوز المخبوءة وجدت لكن لم يوجد كلها. ايه بعضه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج باقيها. نعم. نعم. طيب ايضا من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثرة الشرط. قتل. كثرة القتل هذه الشارة بيده يحرفها. نعم. كثرة الهرج. الهرج نعم. وشار بيده يحرفها أي القتل، وهذا سببه ما يشيع من الظلم، ظلم بعض الناس لبعضهم بين المسلمين. وأنت الآن لا تفتح إذاعة ولا وسيلة إعلام إلا حدثتك بقتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا. نعم. شوفوا الأطفال الصغار في سوريا. لا إله إلا الله. نعم. وهم نائمون على فرشهم تسقط عليهم البراميل. هذه التي حصلت قبل أيام في أفغانستان. أفغانستان نعم غيرها. نعم نعم. يعني هذه موجودة قد حصلت. كثر القتل في زماننا. نعم. ورفع العلم وكثر الجهل. نعم. وأيضا بالنسبة لكثرة الشرط هذه أصبحت كثير من الحكام بأسهم على أهليهم.
يأمنهم أعداؤهم ويخافهم أصدقاؤهم وأهلهم وشعوبهم. نعم، حديث أبي عبس الغفاري. نعم. لما قال يا طاعون خذني إليك، فقيل له ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر بالموت، يعني إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيعا للحكم واستخفافا بالدم وقطيعة للرحم ونشأ أن يتخذون القرآن مزامير. هذه الستة وقعت؟ وقعت. إمرة السفهاء هذه من قديم وما زالت، وغيلمة من هلاك وما زالت، وما زالت. نعم نعم. وكثرة الشرط هذه ظاهرة كثيرة جدا. نعم. وبيعا للحكم ما المقصود به؟ أن يكون الكثير من الذين يتنافسون على الحكم يبيعون ويشترون فيه. فكثير من الأسر الحاكمة يدفعون مالا لبعض كبارهم ليتنازل لمن وراء من دونه السلسلة. سبحان الله. نعم. ليس المقصود الرشوة في القضاء، يمكن أيضا قد يكون من معانيها. نعم. واستخفافا بالدم هو ما ذكرته. نعم. قبل قليل. نعم. لا يدري القاتل في مقتل. نعم. وطيب، ونشأ أن يتخذون القرآن مزامير، هذو الشباب الصغار الذين لا يفهمون القرآن ولكن يتخذهم الناس أمام التلفزيونات ويطلبوا بهم أهلهم المال. سبحان الله. نعم. يعني يقدمون فقط من أجل جمال الأصوات. وهذا تعرف الحديث الذي فيه إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. لا إله إلا الله. نعم. طيب سمحت الشيخ، أنا أريد يعني التذكير لعلنا أثقلنا عليك بكثرة الأسئلة. لا لا أبدا، العكس، أكرمكم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقل العلم. نعم، هو العلم لا يفقد بالكلية ولكنه يقل ويرفع، فيبقى منه نتف قليلة. نعم. وهذا الذي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس في وقت واحد، لكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا قد وقع. هذا قد وقع. وقع في زماننا هذا. زماننا هذا كثير من الأئمة المضلين الذين هم أخوف من الدجال. لا إله إلا الله. والذين يتجاسرون على إباحة الدماء وإباحة الفجور كله. نعم. ويفتون بذلك، فحتى من غير مسألة يتبرعون ببعض الحكام. نعم. بالفتوى فيغردون ويقولون اقتل. نعم. أو يقولون هذا الزمان ليس زمانا لا يصلح له، يقول بعض أمور السياسة لا يصلح لها الورع. يا لطيف. وإنما هذا أنا تترك الورع توغل في الدماء. نعم. دماء وفي غيرها من أنواع الفساد. حتى كثرة المؤلفات هذه التي تخوض في 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 أعراض الناس. نعم. نعم نعم. ومثله أيضا الفضائيات يتصدر فيها أحيانا بعض الناس كثير. إيه؟ ليس أحيانا بل أكثر من يخرج فيها. سبحان الله. يتكلم فيما لا علم له به مع الأسف. نعم نعم. إلا من رحم الله. كان ذكرت لي يعني فيما مضى قضية أن بعض الناس قد يفتي في المعاملات وهو ليس من أهلها. كثير، بل ما يكونوا من الهيئات. سبحان الله. التي تعتمد عليها البنوك في التحليل والتحريم. إيه؟ ويكون هو عنده ماجستير في الدعوة أو دكتوراه في الدعوة أو في التفسير أو في علوم القرآن أو في السيرة. ما علاقته بالبيوع المعقدة والربا ولا ما له في ذلك؟ ما يعرف، خاصة العقود الحديثة هذه. نعم نعم. طيب، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ويقل الرجال ويكثر النساء. نعم. هذا حصل؟ لم يحصل بالقدر الذي ذكر، لأنه ذكر أنه يكون يتبع الرجل الواحد 50 امرأة. نعم. يكون الرجل الواحد ينفق عليهن وهو قيمهن، حتى يقول 50 امرأة قيم واحد. واحد. نعم. ما حصلت بهذا الوصف النبوي، ما حصلت في كل البلدان. قد يكون في بعض الأحيان يأتي موتان أو جدري أو وباء أو حروب مهلكة. نعم. فيكون الرجال عدد لكن كلهم عيال على واحد هو الذي ينفق على هذه النساء وهذا. نعم. لكن ليس ذلك في كل البيئة، إنما يحصل في بعض البيئات بخصوصه. نعم نعم. طيب الآن لو أردنا أن نرجع إلى موضوع المهدي، هل نعده من الأشراط
من الأشراط الكبرى أم الصغرى؟ الكبرى لأنه متصل بنزول المسيح من مريم، خروج المسيح الدجال. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يزيدكم علما وهدى وتقى، وأن ينفعنا بما سمعنا. إخوتي وأخواتي، باسمكم جميعا أشكر سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، ما زال الحديث متصلا حول أشراط الساعة وما يتعلق بها من فتن. سماحة الشيخ، وقوع هذه الأشراط على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يزيد المؤمن إيمانا؟ بلى، يزيده إيمانا ويقينا وتصديقا. ونبي الله إبراهيم خليل الله قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. ولذلك نحن نشاهد بعض الأمور التي جاءت في الأحاديث أو جاءت في القرآن اليوم، فتخشع لها قلوب المؤمنين، الله أكبر، ويخبتون لها وتزيدهم يقينا وإيمانا وصدقا. نعم. وهذا يحصل حتى في غير الأشراط. نعم. نحن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر عائذا بالله. نعم. وقد يكشف بعضه للناس. نعم. والأصل أنه غيب. أنه غيب. نعم. فيكون من عالم الشهادة، من الغيب النسبي. نعم. نعم. فيكون ذلك تثبيتا وزيادة. نعم. للإيمان، مثل التابوت الذي جاءت الملائكة تحمله لبني إسرائيل، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. نعم. فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ومثل المائدة اللي أنزلت على عيسى. نعم. هذه المثبتات. مثبتات تأتي وتثبت الناس في الفتن. طيب، نريد ذكر بعض نماذج يعني مما هو واقع في أيامنا هذه مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما مضى. يعني أنتم ذكرتمونا جزاكم الله خير بالهرج، وهو يعني لا نزال نراه في أيامنا هذه، ولما سأله الصحابة ما الهرج قال: القتل، أشار بيده يحرفها إلى القتل. نعم. لكن من الأمور التي أخبر بها أن المال سيفيض، وحصل هذا، فأصبح الناس يقولون الطفرة الحاصلة في كذا طفرة كذا، فوجدت وسائل للمال لم تكن معهودة. المال في الأصل إنما يأتي عن طريق الزراعة. نعم. عن طريق التجارة. نعم. عن طريق الصناعة، عن طريق الوجدان، الرعي، الوجدان. نعم. وهو مثل ما يجده الإنسان من الصيد وفي البحر والبر. نعم. والركاز كذلك والمعادن. لكن الآن اكتشف مثلا النفط والغاز وخيرات كثيرة جدا. نعم. لم يكن الناس يعرفونها. نعم. بالإضافة إلى جبال من الذهب ونحو ذلك. نعم. ففاض المال وسيزيد. لكن أيضا ذكر أنه في آخر الزمان يعطى الرجل الألف فيظل ساخطا. نعم. حتى يعطى 100 دينار. نعم. فيظل ساخطا. نعم. وأيضا هذه كذلك الألف أيضا. نعم. لكن في علامة أنا يعني ما رأيتها، أو الله أعلم، أن يأتي الرجل بصدقته فلا يجد من لا يجد من يقبلها. هذا موجود؟ لا، لم يأتي بعد، لكن سيأتي. لم يأتي بعد. نعم. يقول له: لو أتيتني بها بالأمس لقبلتها. نعم. وكذلك وجود الذهب في البيت الذي اشتراه رجل من آخر. نعم. فاختلف، فقال الذي اشترى البيت: أنا اشتريت البيت ولم أشتري الذهب. قال الآخر: أنا بيتك البيت بما فيه. نعم. فأتيا إلى قاضي فقال لكما، قال لي صاحب غلام. نعم. فهذه لم تقع بعد هذه القصة. يعني هذه ما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمم سابقة، هي ستقع في هذه الأمة أيضا. نعم. سبحان الله، تتكرر يعني. نعم. أيضا سماحة الشيخ، يعني من أيضا يعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من الأحداث التي نعيشها الآن في هذا الزمان، وما جاء في القرآن أيضا من نقص الأرض من أطرافها. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. فالآن البلاد الأرض تنقص من أطرافها، إما بموت العلماء وإما بنقص حقيقي، فالأرض لا تزال تصغر والسماء لا تزال تكبر.
سبحان الله. لأن الله قال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نعم. والأرض فرشناها بنعم الماهدون. نعم. فالأرض ما ذكر أنه وإنا لموسعون. يوسع. نعم. ولكن ذكر نقصها من أطرافها. نعم. فالأرض تؤتى تنقص من أطرافها. الآن. الآن البلاد الإسلامية تتساقط من أطرافها. سقطت الأندلس القديم، سقطت صقلية، سقطت جزر الملوك في شرق إندونيسيا، تسقط البلدان العربية الآن تباعا بعضها. نعم. إثر بعض. نعم. يعني كنا فيما مضى نتباكى على فلسطين، فلسطين ثم جاء بعدها الشام والعراق والعراق والعراق. ايه. نعم هكذا. هذا هو نقصها من أطراف. هذا من نقصها من أطرافها. ايه. منه يدخل فيه. نعم. ومثل ذلك أيضا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حصول الموتان وعاص الغنم. نعم. هذه حصلت كثير من الأوبئة بداية من الطاعون الذي كان في زمان الصحابة، عمواس في أيام عمر رضي الله عنه. نعم. وبعد ذلك وما زالت في زماننا هذا تحصل. طيب الآن سماحة الشيخ نحن نرجو شيء يعني يكون فيه مبشرات للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتوحات. إيه نعم، هذه الفتوحات بيّنها ووقعت. طيب. أنه ذكر أن هذا الدين أنه زويت له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي. هذا الحديث صحيح. نعم. لكن في حديث آخر يبينه ليس بهذه الدرجة. هو زويت لي الأرض في هيئة طائر، فاليمن رأسه ومصر والعراق جناحاه والحجاز جؤجؤه والشام زمكاه. والشام زمكاه. زمكاه. نعم. زمكاه هو الريش الذي في مؤخرة الطائر ينتفش قليلا ثم يعود. نعم. والحجاز جؤجؤه يعني قلبه وسطه. نعم. نعم. فالآن اليمن رأسه، رأس الطائر ما يتقدم، ما في زيادة، ما في ريش. نعم. فلم تتقدم الفتوح إلى جهة الجنوب. نعم. بعد اليمن ما في تقدم. سبحان الله. لم يفتح جنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشارق والمغارب. إيه نعم. نعم. ما ذكر الشمال والجنوب. إيه نعم. نعم. وكذلك الشمال هو جهة القوقاز والجمهوريات الإسلامية والشرق أوروبا، هذه يقع فيها الفتح والتراجع لأنها زمك الطائر. نعم. لكن الشرق والغرب جناحاه، مصر والعراق جناحاه في التمدد. نعم. جناح الطائر يطول شيء فيه. صحيح. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. المدر هو الطين. نعم. لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. بعز عزيز. بعز عزيز وبذل ذليل. الآن وسائل الإعلام. سبحان الله. تحقق بها ذلك. يعني أنت تعد الوسائل الإعلام الآن فتحا. فتحا عظيما لأنها تدخل هذا الدين لكل بيت. نعم. البيوت الآن تغزى من خلال النت ومن خلال حتى في التليفونات وحتى في الشاشات والإذاعات والجرائد. نعم. فيبلغ هذا الدين وما بلغ الليل والنهار. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لتفتحن القسطنطينية. نعم، هذه ستفتح بعد فتح بيت المقدس. وقد فتحت. لا، القسطنطينية فتحت القسطنطينيتان. نعم. قسطنطين بنى مدينتين، بنى روما وبنى هذه مدينة اسطنبول. نعم. فاسطنبول فتحت لكن روما لم تفتح بعده. نعم. وستفتح رومية. اي نعم. لذلك اي المدينتين تفتح اولا؟ مدينة هرقل تفتح اولا. نعم. مدينة هرقل هي اسطنبول. نعم. لكن روما ستفتح بعد فتح بيت المقدس، وبعدها خروج الدجال ليس بعدها بكثير. بعد فتح رومية. رومية بسبع سنوات، والسابعة يخرج الدجال. سبحان الله. نعم. يعني يمكن أن نقول بأن أشراط الساعة منها ما يسر المؤمن ومنها ما يسوءه. نعم. يعني الكلام عن الفتوحات والملاحم التي تكون تصالحون الروم صلحا آمنا. نعم. وتغزون عدوا من ورائكم. نعم. فتغنمون وتسلمون، هذه ما حصلت. لا إلى الآن ما حصلت. طيب، تأويل بعض الناس لانحسار الفرات عن جبل من ذهب بحروب الخليج التي حصلت، يعني هذه لا علاقة لها بانحسار الفرات الذي هو ايه؟ نهر وماء.
ينحسر عن كنز في الأرض يقتتل الناس عليه قتالا شديدا حتى يقتل من كل 199 فيقول الباقي لعلي أنا أخذه. لم يقع هذا بعد. نعم نعم لكن سيقع. طيب سماحة الشيخ أيضا مسارعة بعض الناس إلى تفسير يعني بعض الأحاديث بغير ما عرف من لغة العرب، يعني مثلا فسروا جبل من ذهب بأنه البترول. لا معنى لهذا. الذهب في كلام العرب إذا أطلق المراد به المعدن الأحمر. الذهب هو الذهب المعروف. نعم ما يراد به الذهب، ما يقولون الذهب الأسود والذهب لا معنى لهذا. الأبيض وما إلى ذلك. نعم طيب أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بالنسبة لقولك الذهب الأبيض هذه اللي لا تشوش على الناس، في فعلا ذهب قليل الصفراء وهو يشبه البياض وليس فضة، ويجب فيه ما يجب في الذهب لا في الفضة في زكاته وكذلك في لو يقصدون به القطن. لا أنا أقصد الذهب الأبيض. أنا أقصد الذهب الأبيض. نعم وهو ذهب موجود. البلاتين. اي نعم. نعم لا هو ليس بلاتين، هو ذهب أبيض يشبه البلاتين لكن هو مستقل عنه. نعم نعم فيه الزكاة. اي نعم فيه كل ما في الذهب باعتباره ذهبا. اي نعم ولا يباع به الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. نعم نعم. وطيب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أمراء الجور هذه أيضا معدودة في وذكر أنهم يكثرون يكثرون يكثرون، كان الناس يظنون أنه يكثر واحد بعد واحد لكن ظهر أنهم يكثرون في وقت واحد. نعم إيه نعم فيكون امتداد أفقي يعني. إيه نعم في كل مكان. إيه نعم. طيب وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني بأنه في حال القتال مع الروم ينقسمون أثلاثا، ثلثا ينهزمون لا يتوب الله عليهم. نعم. عليهم وثلثا يقتلون هم خير الشهداء. نعم ثلثا يفتح الله عليه. هذه حصلت؟ لا هذه في مدينة اسمها البصرة أو البصيرة على شاطئ نهر، والبصرة بنيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة بنيت سنة 22 من الهجرة تقريبا. نعم في زمان في عمر زمان عمر. نعم أرسل عمر عتبة بن غزوان فاختط البصرة وبناها، هذه البصرة القديمة. نعم وهي الآن تسمى مدينة الزبير، ثم سبب ثورة الزنج فيها انتقل عنها الناس إلى البصرة الحديثة الموجودة الآن. نعم التي تسمى البصرة الآن. نعم فهذه سيقع فيها مثل هذا النوع. سماحة الشيخ من الأشراط الظاهرة جدا والتي لا نزال نراها قضية التجاسر على القول على الله عز وجل بغير علم، والفتية مما تضج به الأسافير والفضائيات والصحف، حتى كان ذلك يعني بابا لضلال كثير من الخلق. صحيح لأن الفتوى في الواقع هي توقيع عن رب العالمين. نعم والقول على الله بغير علم عدل الشرك، لأن الله قال قل لا أجد في قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الحديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. نعم وعمر بن الخطاب أيضا جاء عنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. الله فالآن الفتوى تجاسر الناس عليها لأنها أصبحت في بعض البلدان تكون مهنة، الدول توظف فيها الناس وتعطيهم على أساسها الرواتب. نعم نعم فلذلك أصبح الناس يريدونها كغيرها من المغانم. نعم. ونسوا ما فيها من المغرم والحرج الشديد. ففقهاء المدينة السبعة كانوا إذا جاءهم استفتاء يحيله كل واحد منهم إلى الذي بعده حتى يعود إلى الأول. ومالك سئل عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري. الله وأجاب في أربعة. في أربعة. وكثير من سلفنا الصالح كان إذا سئل عن مسألة يقول أمهلني. الإمام الشافعي قال أمهلني فعاد إليه، قال أمهلني فعاد إليه. فكثير من السلف كانوا لا يتجاسرون على الفتية. اليوم أصبح كثير من الناس الذين يقرون بالجهل ويقرون أنهم لم يدرسوا ولا يحفظون كتابا واحدا، لا يحفظون كتاب الله ولا كتابا في الحديث ولا كتابا في الفقه. نعم. ولا كتابة في الأصول وليس لديهم ملكة ولا أدوات لغوية. نعم. يفهمون بها. نعم. مع ذلك يتجاسرون على الفتوى.
بل مع الأسف من الذين درسوا الآن وأخذوا الشهادات العليا وأصبحوا يشار إليهم بالبنان من ليس لهم رواية فتراه يصحف ويحرف في الحديث وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملحون بغير لغة العرب أصلا، فيدخل في من كذب عليه متعمدا. يا لطيف. وتسمع بعضهم يفهمه أيضا على غير لغة العرب، ما قلناه في الحلقة الماضية أظن فيما يتعلق بإطلاق العرض على الجنس، هذا لهجة شائعة في كلامنا، لكن تجد بها من يفسر العرض في الحديث وفي الكلام العلماء بأنه المقصود به يفسر الحقيقة العرفية. وهذا غلط كبير جدا وتجاسر في غير محله. كذلك من العبث ما تسمعه من بعض الذين يظهرون في التلفزيونات يفتون فتاوي مخالفة للإجماع ومخالفة لصريح الكتاب والسنة ولكل شيء. واحد مرة أسمعه يقول أنه يفتي باستعباد النساء السوريات اللاجئات، هذا لعله من أفراخ النظام أو لعله من ما أدري، وجاهل ظاهر لحيته كبيرة ظاهر في كلامه الجهل، هذا ما وصل إليه جهل ملك اليمين، ما وصل إليه جهل أحد. نعم سبحان الله كيف تبلت الأحرار. نعم هذا لما سمعته يعني وقر في نفسي بأنه من أفراخ النظام ويريد الفت في عضد الله المستعان. نعم لكن هذه من الأشراط الظاهرة الآن. نعم وشوها كبير. نعم وشوها كبير. نعم وتجاسر الناس عليها. نسأل الله العافية. هل من أشراط الساعة يعني أكل الحرام؟ وشو أكل الحرام وتجاسر الناس عليه، أن الإنسان لا يفرق بين دائرة الحلال ودائرة الحرام. نعم. ويصبح ذلك شائعا بين الناس. ثم ذكر الرجل طيل السفر أشعد أغبر قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. والفرق بين قوله ومطعمه حرام وبين قوله وغذي بالحرام، مطعمه حرام هذا الذي اقترفه هو واكتسبه من كسبه، وغذي بالحرام ما رباه به أبوه وأهله سبحان الله، فاللحم الذي نبت من حرام النار أولى به. ولذلك في من هذه الأشراط الصغيرة أن يشيع الربا، فمن لم ينل منه ناله من غباره، أصابه غبار. نعم وهذا الحاصل الآن، لا يستورد شيء الآن غالبا إلا بالربا. صحيح. ما نلبسه وما نأكله وما يوجد في أسواقنا، والمرتبات التي تصرف من قبل الحكومات ما تخلو من الربا. جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان مدرسا بالمعهد العلمي الكبير، هذا أكبر مؤسسة علمية في الدولة، كان هو اللي يدرس أغلب العلوم فيه وطلابه. فلما حدد له راتب لم يأكل منه شيئا ولم ينفق منه على أهله، كان يعيش بالذمة بالدين سبحان الله، ولكن إذا جاء الراتب قضى به الديون. فيقول إن الذمة من أصول الحلال الإجماعية، وأن قضاء الدين بالشبهة جائز إجماعا سبحان الله. فيرى أن ما كان من المال المختلط من هذا النوع، أنت في الأصل الصفقة حلال، ولكن المال يأتيك من وجه فيه شبهة. نعم نعم. فالدين حلال إجماعا. نعم وتقضيبه يحل الإنسان أن يستدين. وكان في بعض الأحيان يكون عنده نقود موجودة، فإذا أراد أن ينفق شيئا على عياله أو على نفسه أرسلني أقترض له، ثم إذا جئت بالقرض قال خذ مقابله وأقضي الدين في نفس الوقت. سبحان الله. نعم. طيب في بعض الأحاديث سماحة الشيخ ذكر فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها. الآن النساء أكثر تجارة من الرجال في كثير من البلاد. وأيضا قطيعة الأرحام. الله المستعان. الآن تقطعت الأنساب، والمدنية دائما تؤدي إلى قطيعة الأرحام. إيه. لأن تضيع الأنساب فيما بين الناس.
نعم. وقد قال العراقي رحمه الله في الألفية: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان. سبحان الله. وإن يكون في بلدتين سكنا فانسب للولا وبثم حسنا. كثير من الناس ينسبون فقط إلى مدنهم. نعم. أو دولهم، لأن الأنساب تقطعت بسبب المدنية. ايه. وأهل محفوظة. أهل البادية هم الذين يحافظون على قبائلهم وأنسابهم، ولذلك يقول أحمد بن سليمان المعري أديب معرة النعمان أبو العلاء، نعم، يقول: حسنت نظم كلام توصفين به ومنطقا لك محفوفا من الخفر، والحسن يظهر في شيئين رونقه: بيت من الشعر أو بيت من الشعر. يقول في هذه القصيدة: والموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر. سبحان الله. نعم، فقد العز في الحضر، جعل العز في البادية. نعم، لأن الحضر يترتب عليه ضياع الأنساب. ضياع الأنساب، نعم، وينتج عنه واختلاط. يتزوج هذا من ليس كفؤا له في الأصل وينسى من أين جاء وهكذا. ايه، وينتج من ذلك قطيعة الأرحام. نعم. هذه أيضا من العلامات الصغرى. نعم. نعم. طيب بالإضافة إلى القطيعة الآن لها أسباب كثيرة. والغريب أن الناس قد يكونون على فراش واحد في غرفة واحدة، ولكن هذا متصل بناس في أمريكا، وهذا بناس في اليابان، وهذا بناس في الصين، وهذا بناس في جنوب أفريقيا وأستراليا. بالواتساب يعني؟ أو بالوسائل التواصل الأخرى، بالوسائط. أيوة، هذا أيضا من القطيعة. إيه نعم. والغريب أن بعضهم يرسل رسالة لبعض وهم في مجلس واحد، يتراسلون فيما بينهم. هم قادرون على المشافهة. إيه نعم. سبحان الله. خالي الشيخ البحر رحمة الله عليه كان يقول أن تسمية المدن الآن تسمى مقاطعات، يقول: هذه المدينة بنيت على المقاطعة، فيها مقاطعة رقم كذا، المقاطعة رقم كذا، المقاطعة الفلانية. نعم. فتقاطع الناس فيها. سبحان الله. صار لا يزور أحد منهم أحدا، صار لهم من الاسم نصيب. نعم. نعم. طيب القضية هدم الكعبة هذه ما تفسر بما كان في زمن القرامطة من اقتلاعهم الحجر الأسود؟ القرامطة ما هدموا الكعبة، إنما أخذوا الحجر الأسود. نعم. وقتلوا الناس عند الكعبة وملأوا زمزم من الجثث، وحملوا الحجر الأسود إلى القطيف في الأحساء. نعم. ومات تحته 50 بعيرا في النقل، في نقله. سبحان الله. ولما رجع أخذ منهم وأرجع إلى الكعبة على جمل واحد هزيل، وحمله من القطيف إلى مكة. الله أكبر. نعم. كأنه حصل لهم ما حصل لأصحاب الفيل يعني. نعم. ولكن سيقع هذا، لأن هي ستنقل حجرا حجرا وترمى في البحر، والذي سيهدمها ذو السويقتين. السويقتين الحبشي. وما المقصود ذو السويقتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأشخاص ببعض شيء في خلقتهم. نعم. علامة، مثل وصفه لحرقوس سماه ذو الثديتي. نعم، من الخوارج. اي نعم، من الخوارج. ومثل وصفه لرجل من الملوك بأنه مثل ورك على ضلع. نعم. وكذلك وصفه لبعض الأشخاص بهيئات معينة. فذو السويقتين معناه أن ساقيه فيهما شيء يميزه، إما رقة ساقيه، هذا يدل عليه التصغير. أي نعم. أو قصرهما أو شيء من هذا القبيل. أي. وهذا الذي يتولى هدم الكعبة. أي نعم. يعني معناه كافر. نعم، هو ما ندري هل هو ملك أو هو المباشر، المهندس المباشر للهدم. نعم. إما هذا وإما هذا. نعم. عبد الله بن الزبير لما أراد تجديد الكعبة اختار من عبيده الأحباش ليمارسوا ويباشروا هدم الكعبة. نعم. يريد تصديق هذا الحديث. كان ينظر إلى سوقهم وهم يهدمون. سبحان الله. ما رأى منهم السويقتين. سبحان الله. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمكم وأن يجعلنا ممن يستعدون لليوم الآخر ويأخذون له أسبابه. آمين. وألا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا